اهلا بكم في اخر فقره من حلقه اللادي، والحقيقه لان احنا برنامج لازم نغطي كل الاحداث، فمن ضمن الاحداث دي كان مباراه الاهلي وريال مدريد اللي كانت مقامه حتى من لحظات دقائق قريبه، ومنها جمهور الاهلي احيا زي ما طلبت. اشكركم جمهور الاهلي احيا ذكرى شهداء الزمالك العشرين أمام ريال مدريد. أشكركم، أنا طلبت الطلب ده على قناتي النهاردة على اليوتيوب أو على القناة، وقلت يا رب جمهور الأهلي يفتكر يحيي ذكرى العشرين أو الاثنين وعشرين شاب من مشجعين الزمالك اللي يعني ماتوا وقتلوا في 8 فبراير 2015 بتحريض من مرتضى منصور. تحية لجمهور الأهلي والله اللي عمل كده. لاعبوا الأهلي ورياد المدريد يقفون دقيقة حداد على ضحايا تركيا وسوريا قبل انطلاق المباراة. تحية برضو لهذه اللافتة من لاعبي الأهلي أو لاعبي ريال مدريد لتذكر الناس دي. تلميذ الأمس ومنافس اليوم، مصافحة بين مارسيل كولر وديفيد ألابا قبل اللقاء في اللقاء النهاردة اللي حصل، اللي أنا مش عارف أتابعه. نبيل حلفاوي بيقول لو كان كهربا ضمن الثلاثي الهجومي في هذه الفرص كانت ستسفر عن هدف. الشحات كهرباء عبد القادر كانوا هيعملوا شغل في لحظات الوصول لمنطقة جزائهم. ده تعليق الناس على أحداث المباراة. فمن ضمنها علي معلول يصبح أول لاعب في تاريخ الأهلي يسجل في مرمى بطل أوروبا بكأس العالم لما سجل في أداء. يقال أنه أداء كان فيه أداء بطولي، أنا ما أقدرش أعلق على الماتش ولا أقدرش اللي ما شفتوش، أنا كنت على الهواء معاكم. ورحلة هاي للنادي الأهلي اللي اصطدم من سوء حظه بريال مدريد بطل أوروبا ونادي قرن في أوروبا ريال مدريد الحقيقة، عشان يوقف مشوار تقدمه ويكتفي الأهلي بالمنافسة مع فلامينجو البرازيلي على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، ويتولى الهلال السعودي إن شاء الله بكل التوفيق مهمة الصدام مع العملاق الأوروبي ريال مدريد في مباراة النهائي. لكن كنوع من الأخبار محتاجين نقف شوية على مباراة النهاردة وسبب الهزيمة. الأهلي على فكرة إحصائية أول مرة يهزم من أكثر من 20 ماتش، أول هزيمة للأهلي بعد 20 ماتش بالضبط تولهم كولر. كان أغلب الناس متوقعين ده، لكن كمان هنروح للقضية الأكثر جدلا في عالم الرياضة وهي قضية العقوبات ضد مانشستر سيتي ومالكه الإماراتي. أيوة، مانشستر سيتي ما ناله مالك إماراتي بيواجه مانشستر سيتي مصير الهبوط بسبب مخالفات مالية. بيشرفني يكون معايا في اللقاء النهاردة ضيوفي كابتن ناصر صادق الناقد الرياضي والحكم الدولي السابق. كابتن ناصر أهلا بحضرتك. محمد والسادة المشاهدين تحياتي ليك. انت لبست منتخب، هو النهاردة كان الأهلي اللي بيلعب مش المنتخب، يظهر عندك مشكلة في كان عندك مشكلة في التيشيرتات عادي يعني مفيش مشاكل مفيش مشاكل. معايا ايضا الاستاذ الصحفي الرياضي المغربي توفيق صنهاجي. اهلا بك استاذ توفيق. مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه وتحيه لكل المتابعين لهذه القناه العزيزه ولضيفك الكريم. خليني ابدا بك يا استاذ توفيق بعد اذنك. هل اكيد تابعت ماتش الاهلي وريال مدريد الذي انتهى من دقائق؟ هل كنت تتوقع نتيجه مختلفه في ظل ان المنافس هو ريال مدريد بطل اوروبا ونادي القرن؟ كنت أتوقع فعلا، كنت أتوقع نتيجة مخالفة، وكنت أتوقع مرور الأهلي بعد الملحمة التي حققها فريق الهلال السعودي أمس، أن كان هناك تفاؤل بعد صعود الهلال السعودي للمباراة النهائية على أن الأهلي المصري ممكن أن يحدو حدو الفريق السعودي ويظفر ببطاقة المرور إلى المباراة النهائية، خصوصا أنه كان مدعم ومساند من جماهير مغربية كثيرة خلال المباراتين الأولين بطنجة ضد أوكلاند سيتي أو ضد سياتل الأمريكي سياتل. نعم، لكن أستاذ توفيق الفرق ما بين سياتل وأوكلاند وريال مدريد فرق شاسع. نعم أكيد أنا كنا ننتظر أن يكون يحضر عنصر المفاجأة في المباراة. طبعا حال أي نتيجة عدا إقصاء أو هزيمة الأهلي ستكون مفاجأة، وذلك ما كنا نتمنى. أن يخلق فريق الأهلي المصري هذه المفاجأة. أمس لا أحد كان يظن بأن الهلال السعودي سيمر، يعني قبل المباراة كان الكل بيقول
بأنه قد يلعب قد يخلق المفاجأة فقط، وفعلا حصل ذلك. كنا نتمنى أن يحصل نفس الشيء مع الأهلي المصري، لكن قدر الله ما شاء فعل. هارد لاك للأهلي المصري. عموما الأهلي المصري شرف مصر كلها، شرف العرب كلهم، لأنه أدى مباراتين أوليين عظيمتين، وكان بإمكانه يعني وقف الند للند اليوم أمام ريال مدريد رغم كل شيء. تعرفون قيمة وحجم ريال مدريد، فريق كما ذكرت من قبل هو فريق القرن بأوروبا، ولكن طبيعة الحال الأهلي المصري أيضا بحمولته وتاريخه العريق فريق القرن أيضا في أفريقيا، وسبق له أن وصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية 3 مرات، هذه المرة الرابعة. كنا نتمنى، لأنه الآن التنظيم هو تنظيم عربي مرة أخرى، وبالدعم دعم الأنصار كنا نتوقع أن يسير فريق الأهلي المصري أكثر شيئا ما. لكن أستاذ توفيق، أحد النقاد المصريين المشهورين في مصر وهو أحمد عفيفي محلل رياضي مصري مشهور له رأي مخالف شوية رأيك، بيقول الأهلي يلعب وكأنه خارج ملعبه لأن معظم الجماهير تساند ريال مدريد. ذلك لم يحصل في المباراتين الأوليين، أنتوا تابعتم والجميع. لا أنا بتكلم على الماتش ده، هو بيكلم على ريال مدريد. طيب طبيعة الحال أنت ذكرت كان هناك جمهور مصري اليوم، أيضا كان طبيعة الحال هناك جمهور مغربي يساند ريال مدريد، لأن هناك جمعية هنا وعملت تيفو، هي جمعية مساندين لريال مدريد، وسبق أن حضروا حتى في كأس العالم. هم موجودين الصورة اليوم، هم I love ريال مدريد but support الأهلي. ده مواطن مغربي هو وزوجته أو هو وحد يعني معاه بيتكلم على أنه بيحب ريال مدريد، ولكن التغيير بيساند الأهلي أو يعني بيدعم الأهلي. التغيير. فهل كان جماهير ريال مدريد أو مشجعين مدريد أكتر في الملعب؟ وعموما هناك يعني بالمقارنة في المباراتين الأولين اللي كان فيها دعم خالص وكامل للأهلي المصري، بطبيعة الحال كان هناك تيفو اليوم، كان هناك جمعية أنصار ومحبي ريال مدريد القاطنة بالمغرب اللي كانت حاضرة أيضا في الملعب، لكن هذا لم يمنع الحضور الجماهيري اللي كان بيساند الأهلي المصري من مساندته بقوة طيلة المباراة. تشاهدوا جمهور الأهلي والجمهور المغربي أيضا كانت فئة منه كبيرة مع الأهلي المصري. طيب خلينا نروح الكابتن ناصر الصادق. كابتن ناصر، كما سألنا الكابتن الأستاذ توفيق، هل كنت تتوقع نتيجة مخالفة أو مختلفة، وما هو رأيك في أداء الأهلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا شايف أن الأهلي يعني كان بالإمكان أفضل مما كان في مباراة اليوم أمام ريال مدريد، لأن ريال مدريد كان يعني يجيب بطولة وهو في أسوأ حالاته على مدار مثلا العام مضى، جاي بيلعب بدون كورتوا الحارس الأساسي الأسطوري للنادي، الحارس البلجيكي، بيلعب بدون هدافه تاني هداف تاريخي ليه اللي هو كريم بنزيما، بيلعب هو في حالة نفسية سيئة بعد خسارته في المباراة الأخيرة أمام مايوركا، واتساع الفارق في صدارة بينه وبين متصدر الدوري الإسباني برشلونة إلى 8 نقاط، يعني فارق كبير جدا. جه والفريق يمر بمشاكل وأزمات كبيرة، لدرجة أن بدأ الحديث عن رحيل لاعبين، وبدأ الحديث عن رحيل مدرب وقصة يعني. فالنادي بيمر بأزمة كبيرة، خاصة أنه هو لسه خسران بطولة السوبر على يد غريمه البرشلونة بهزيمة ثقيلة. الأهلي كان واخد على عكسه، واخد دفعة معنوية كبيرة جدا من فوزين متتاليين في البطولة، بطولة كأس العالم للأندية، بسجل خلالهما 4 أهداف، 4 أهداف في مباراتين، ولم يمنى مرمى بأي هدف. ومع ذلك اليوم يفاجئ أن الأهلي يعجز أن يسجل سوى هدف واحد من ضرب الجزاء، ويدخل مرمى 3 أهداف من أخطاء دفاعية ساذجة. كل الأهداف اللي دخلت النهاردة 4-4-1، كل الأهداف اللي دخلت 4؟ مش كان 3 عالية ولا إيه؟ 4-1. أنا شفتهم 3، سبتوا 3. أوكي. كل الأهداف اللي دخلت النهاردة لو حضرتك رجعتها كده تتفرج، كأن ريال مدريد يعني حتى التقسيمة ما بيحصلش فيها المهازل الدفاعية اللي حصلت النهاردة في النادي الأهلي. الدفاع كأنه بيلاعب
يعني بيلعب مرعوبين، حاسس ان في مفيش تنظيم دفاعي، مفيش تركيز، مفيش رقابه، مفيش اي حاجه، لدرجه ان الثلاث اهداف غير ضربه الجزاء، الثلاث اهداف اللي دخلوا غير ضربه الجزاء. هتلاقي اللاعب اللي بيسجل لوحده خالص، هتلاقي اللاعب اللي بيسجل مش متراقب خالص. في لقطه الكول الثاني بتاع فالفيردي، علي معلول ورا فالفيردي، لو كان دخل ضغط عليه بس كان ممكن يمنع الهدف، لكنه لم يضغط. الاهلي اليوم فرط في 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 الفوز رغم انه بيلاعب ريال مدريد. لماذا؟ الاهلي اخطاء دفاعيه كلفته ثلاث اهداف بالاضافه لضربه الجزاء اللي ملهاش لازمه اصلا، لان الخطا في مكان زي ده يعني غير مؤثر، الراجل مش راح يجيب جول عشان تعمل معاه عرقله زي دي. ثانيا الاهلي نال فرصه حتى رغم الاخطاء دي لما علي معلول لما جاب ضربه الجزاء في الدقيقه 65 واصبحت النتيجه 2-1، ولكنه فرط فيها ولم يستغلها ويضغط على ريال مدريد، ولو كان ضغط في غياب الحارس كورتوا كان ممكن يعمل حاجه. الاهلي قدر فرصه كبيره جدا بعد ما لوكا مودريتش ضيع ضربه الجزاء، كانت الفرصه مواتيه ايضا للضغط في الدقائق الاخيره وتعديل النتيجه. ونتيجه عدم التركيز حتى بدات تزيد في الدقائق الاخيره، نتيجه نقول ان الاهلي قلقان وخايف، والجولين دخلوا في الوقت بدل الضائع تقريبا. طبعا نتيجه برضو اخطاء دفاعيه ونتيجه عدم التركيز. طيب انا شفت الهدف منهم، بس الهدف الثالث يعني شفته، وكان واضح جدا ان لعيبه الاهلي بيتمنوا ان الحكم ينهي الماتش، لان هم وصلوا لمرحله اللاعب ما كانش عارف واقف فين. فخليني اروح للاستاذ توفيق في سؤال. استاذ توفيق، انا باعتبار ان انا كنت موجود على الهواء اثناء الماتش فشفتش حاجه للاسف يعني، او لحسن الحظ ما اعرفش تبقى ازاي، لكن شفت حاجه غريبه جدا. الفرق العربيه على مستوى المنتخبات زي المنتخب المغربي مثلا، زي المنتخب التونسي، زي المنتخب السعودي، حققوا في كاس العالم في مباريات رسميه جاده فعلا، حققوا مفاجآت زي تغلب المنتخب السعودي على الارجنتين، زي المنتخب المغربي وما فعله في الفرق الكبيره جدا، وراينا مستوى خرافي جدا. لكن على مستوى الاهلي لم نرى القصه دي. كان هناك من وجهه نظري في الخمس دقائق او في الثلاث دقائق اللي شفتهم فروق فرديه في مستوى كره القدم وفرق ثقافه. يعني انا ده الثلاث دقائق يا فندم، ما تحسبنيش انا لا استطيع الحكم على ماتش 90 دقيقه او 98 دقيقه ثلاث دقائق، لكن ما رايته سريعا كده انطباع سريع ان هناك فرق ثقافه ما بين اللاعب في ريال مدريد واللاعب في الاهلي. الى اي مدى هناك فروق ثقافيه بيننا كعرب وبين الفرق الاوروبيه؟ اولا اهنئ ضيفك الكريم على تحليله القيم لكل مجريات المباراه. ثاني شيء، وساخذ منه الشيء الكثير لاجابتك عن هذا السؤال. الفرق يكمن في مقوله عاش من عرف قدرها يا استاذ الكريم. فممكن لاصاب الاهلي المصري هو نوع من الغرور بعد المباراتين الاوليين، التاهل والمستوى الذي قدمه امام فرق عادية جدا، ولكن هذه الفرق خولت له الإمكانية لملاقاة ريال مدريد الفريق الكبير. لما تلعب مع فريق من حجم ريال مدريد يجب أن يكون فريقك جاهز تكتيكيا، المنظومة التكتيكية يجب أن تشتغل بشكل جيد. هذا معناه لما أقول عاش من عرف قدره، أنت بتلاعب ريال مدريد ما عندكش أي possibility أنك تهاجم أو تقوم محاولات، يجب تأمين الدفاع بشكل قوي طيلة 90 دقيقة، يجب أن يكون لاعبوك جاهزون تكتيكيا. بس ده خطأ مدرب توفيق، خطأ مدرب. نعم لسد كل الإمكانيات، لأنك بتلعب فريق قوي، مش ممكن أنك تكون تحاول تضغط أو شيء، يعني تحاول أنك تعمل الخطة المناسبة اللي تخليك تخرج بأقل الأضرار، وأهم شيء ما تتلقاش شباكك أي هدف، تخطف جول، توصل لضربات الجزاء، اي شيء، تمشي لاقصى حد، مهم ما تلقاش شباكك هدف. اللي حصل هو انه كيف ما قال الكابتن معك، انه الاهلي تلقى اليوم اهداف بسذاجه كبيره، باخطاء دفاعيه قاتله. طيب، واربعه اهداف دخلت مرمى اليوم، فهذا معناه ان الفريق غير مجهز تكتيكيا لمقارعه الكبار، وهذا ما يحصل مع الأندية
العربية عموما ضد المنتخبات الأوروبية. أنت سألت على الفرق، واللي نجح فيه بشكل كبير المنتخب الوطني المغربي كاستثناء إلى الكأس العالم الأخير. أنت عملت المقارنة، فالمنتخب الوطني المغربي كان تكتيكيا قوي في جل المباريات، الشيء الذي خول له الوصول للنصف النهائي. يعني كأنك بتحيل أسباب الهزيمة إلى إدارة كولر أو مدرب الأهلي للمباراة، وأنه شغل مدرب طبعا الحالة، ده شغل مدرب. لما يكون عندك مدرب بثقافة تكتيكية قوية وجاهز هو أصلا لمنافسة من حجم كأس العالم للأندية واخذها بكل جدية، فيعرف حجم قدره. ولو تقول لي يجيب أي لاعبين من مصر، أنه عارف أنه لاعبين قويين متميزين في مصر، ولكن أنت بتلعب ريال مدريد، لاعبوك يجب أن يكونوا مجهزين تكتيكيا، عندهم واحد خطة دفاعية محضة. بيعرفوا. أنت تكلمت اليوم وتكلمت على البوزيشن نتاع اللاعبين، لاعبين مش عارفين فين يوقفوا، فهذا أخطاء، هذه أخطاء ما يمكنش بدائية، لازم يكون الفريق منظم تكتيكيا دفاعيا، اللاعبين عارفين فين يتحطوا، جاهزين بدنيا لمقارعة الكبار، ما يحصلش لهم عياء في نهاية المباراة، يبقوا مأمنين بقدرات ديالهم، ولو تلقى شباك هدف ممكن تحاول وتضغط كيف ما قال الكابتن. فريق الأهلي ما حاولش يرجع في المباراة، يعني رغم أنه سجل هدف بأبلين أنه ممكن يقوم بحملات، لكن بان بأنه عاجز. فيمكن الأداء مشملا في الشوط الأول كان أداء أوكي، لكن لما تلقت شباك الهدف الأول صار في ارتباك. كنا معولين أنه المدرب كولر بعد الشوط الأول يعني حي يتكلم مع اللاعبين، حيدخلوا بوجه مغاير من أجل يعني محاولة تعديل كفة، فإذا بهم يتلقون هدف مبكر في الشوط الثاني، شيء يعقد من مأموريتهم مرة أخرى. حاولوا بعد ذلك الاندفاع، حصلوا على هدف، لكن الظهر أنهم غير لم يكونوا منضبطين دفاعيا بشكل كبير في بالقدر الذي يمكن أن يخليهم يتفادوا حملات خطيرة للريال اللي أعطتهم ضربة جزاء وأعطتهم أهداف أخرى. طيب أستاذ توفيق، أستاذ كابتن ناصر، هل تغييرات كولر اللي في الأخير هذه بنزول كهربا وسحب أفشا إلى آخره، هل كان الأهلي محتاج إلى رأس حربة في هذه الدقائق؟ وكانت الدقائق دي كانت الماتش 2-1 زي ما أنا شفت، يعني هل كان الأهلي محتاج تغييرات مختلفة عن كده، أم أنه كان صائب في هذه التغييرات؟ أنا أقول لحضرتك حاجة، أنت دلوقتي ما يعني لو لاحظت شفت التغييرات الأخيرة هتلاقي في الدقيقة، بدأ أول تغيير في الدقيقة 61 ماشي، في الدقيقة 75 في 2 في الدقيقة 61 واحد في الدقيقة 75. أنا شايف أن مشكلة الأهلي الأساسية كانت تبدأ من خط الدفاع والوسط، لأن خط الدفاع خط الوسط هو اللي مكن لاعبي ريال مدريد من التحكم في الكرة والوصول بشكل ساذج إلى الثلث الدفاعي للنادي الأهلي، والدفاع كمل على أخطاء الوسط اللي كان سايب خط الوسط فاضي للاعبي ريال مدريد يعني يصول ويقول فيه، بانه بدا بيدي انت عارف حضرتك لما تاخد كوبون، لما تدخل مثلا مكان كده وتاخد كوبون هديه مجانيه، لو شفت الماتش، لو تشوف الجول الاول مثلا كان هديه مجانيه من محمود متولي، ايه يعني محمود متولي بيدي له الكوره يقول له اتفضل هات جول، يعني كارثه لفينيسيوس كارثه. الجول الثاني انت عارف ان هل تعلم ان لعيبه ريال مدريد الهدف جابوه لعيبه بمرروا البعض داخل منطقه الجزاء وسط لعيب الاهلي اللي محطوطهم بس كده بدون ضغط بالكعبه دي. انا اعتقد ان النادي الاهلي كان غير منظم زي ما اتفق الكريم قال، عنده تنظيم، ولكن التنظيم كان يجب ان يبدا من الخلف وليس من الامام، بحيث ان انا اركز على الجوانب الدفاعيه ثم وخط الوسط بالطبع، واعتمد على الهجمات المرتده، واعتمد على زي ما عمل وليد الركراكي في المغرب مع الفرق كلها الكبيره. يعني انا كنت رايي كده بصراحه، انا مش مدرب، لكن ما نجح وليد الركراكي بانه يسجل ويوصل الى المربع، لانه الراجل كان يعلم قيمه الفرق اللي بيلعبها وبيحترمها، وكان بيلعب بتكنيك رائع جدا مع لعيبه لياقتها البدنيه عاليه جدا. بالعكس المنتخب المغربي كان بيلعب ماتشات ورا بعضه وماتشات كلها صعبه وفي ايضا وقت اضافي، ومع ذلك كان في رجوله عند المنتخب المغربي، كان في تكنيك واضح جدا رائع عند وليد الركراكي. هو اعتقد انه بس انا لا احمل استاذ ناصر،
استاذ محمد انا لا احمل المدرب وحده المسؤوليه لان المدرب ما قالش محمود بتولي باص الكره لا ما دي ظروف فرديه بقى يعني دي لكن ولا والله والله يا راجل انت شفت الجون الثالث يا كابتن ناصر الجون الثالث انا ما شفتش غيره كلها. الجون الثالث اللعيبه بتاعه الاهلي ما اعرفش كانوا بيهزروا او كان مغمى عليهم 1 2 3 كده بقى مفاجاه الواد هو والشناوي بكعب رجله يا فندم بكعب رجله بيمرره بكعب رجله واللعيب اللي جاي من ورا ما حدش مراقبه ويعني بص كل الاهداف الثلاث اهداف ما فيش رقابه نهائيا في حاجه اسمها يعني انا دلوقتي لما اوصل لمرحله ان اللاعب يدخل منطقه جزائي لازم كل لاعب مكلف بلاعب طيب. مش حد كان مكلف بحد لا لا وحتى لو كان مكلف هو كان فجأة كده بيتوهوا يعني فجأة تحصل حركة كده من لعيبة ريال مدريد تلاقي لعيبة الأهلي اللي ماسك واحد تاه منه أو ضعف يعني كان في حالة توهان وعدم تركيز خلينا أسألك السؤال نفسر بس ده بكلمة قالها علي معلول بعد المباراة تصريح بعد المباراة قال في إيه قال لك إن إحنا خسرنا أمام أفضل فريق في أوروبا والعالم والجو القادم ان شاء الله نركز على المركز الثاني هو المشكله ان انت هزمت قبل ان تبدا قبل ان تبدا ده صح افضل فريق هو المغرب لو لعبت اسبانيا على اساس ان هي بطله اوروبا وبطله العالم سنه 2010 كانت كسبت لو لعبت البرتغال على انها بطله اوروبا 2016 كانت كسبت صحيح. يا فندم كره القدم ملهاش كبير اللي بيدي في الملعب بيكسب مظبوط واحنا قاعدين شفنا فريق ليفربول المدكك بالنجوم بيخسر بالثلاثة وفريق ريال مدريد نفسه ده لسه خسران الأسبوع اللي فات ده من مايوركا لا هو زي ما أنت قلت يا كابتن ناصر هم نازلين عايزين المركز الثالث يعني هم وكأنهم بيبحثوا عن المركز الثالث يعني هم نازلين خايفين طيب خايفين. خليني أسألك سؤال توقعك عن كده الهلال السعودي هيقابل ريال مدريد توقعك عن هذه المباراة أنا بالنسبة لنا أنا بالنسبة لي ريال مدريد لو لعب الهلال السعودي بنفس التشكيلة وبنفس الاداء النهارده ريال مدريد يخسر الهلال يكسب الهلال يكسب طب عشان ارجع لك تاني اقول حضرتك حاجه يا استاذ محمد أي. انا وجهه نظري ان مواجهه الاهلي للريال مدريد كانت اسهل لو واجه مثلا الوداد البيضاوي الوداد بالنسبه لي انا كانت مواجهه اصعب للاهلي كان الحاجه الوحيده بس ان الاهلي مش هيبقى خايف قوي الخوف اللي هيبقى خايفه من ريال مدريد لكن انت تتوقع يعني انه الهلال السعودي يتغلب على ريال مدريد لو بنزيما ما لحقش بالمباراه وكورتو ما لحقش بالمباراه طيب لو لحقوه عشان انقل ملف مانشستر سيتي سريعا عايز اروح للكابتن استاذ توفيق استاذ توفيق توقعك عن الهلال وريال مدريد واولا ما فيش اي مباراه تشبه المباراه الاخرى ده من المسلمات وايضا الإنجاز اللي حقه الأهلي الهلال السعودي بوصوله النهائي وتاريخي بالنسبة لهم أول مرة يصلون إلى المباراة النهائية وبالتالي فريق عربي لا سبق للرجاء الرياضي المغربي وأيضا للعين الإماراتي أن وصلوا المباراة النهائية ويحمل الآن آمال العرب كلهم في أن يكون أول فريق عربي يحرز اللقب وهذا ممكن كرة القدم تعترف بكل السيناريوهات والهلال السعودي لا أحد كان يظن عشان نكون صريحين لا أحد كان يظن بأن الوداد الرياضي سيخرج من المنافسة على يد الهلال في أول مباراة وبالتالي بعد أداء الهلال القوي أمام الوداد ثم أداءه الرائع جدا أمس أمام فلامينغو أصبحت الشهية مفتوحة لديه ولدى كل العرب لما لا خصوصا بعد كل ذكروا الكابتن ناصر عبد الصادق بخصوص ريال مدريد ومشاكله والنتائج الأخيرة يمكن انتصار اليوم على الأهلي المصري حيعطيه جرعة نفس حيعطيه أكسجين أكثر لكن الهلال السعودي عنده كل المقومات عشان يقارع فريق ريال مدريد مش عارف أنا عكسك يا أستاذ توفيق أنا بأرى أنه ربما كانت مباراة الأهلي والهلال السعودي عقدت المسألة قدام ريال مدريد لأنه أولا ريال الآن أخذ فرصة أنه يتدرب مع فريق عربي بنفس ثقافة الكرة أيضا أنه كده أصبح له عنده دفعة معنوية أنه يواصل انتصاراته فأصبح مهمة الريال معقدة شوية قدام ريال مدريد إلى أي مدى أنا صح ما أعرفش يعني أنا بقى مجرد سؤال شوف انا قلت لك يعني ما فيش اي مباراه تشبه الاخرى صحيح هو انه هناك ضغط حيكون ضغط على الفريقين مع انه الهلال السعودي ما فيش حدا حيخسرها لانه هذا انجاز بالنسبه لهم وصلوا لاول مره في تاريخهم المباراه النهائيه هدف
ديجا هذا إنجاز كبير، أوريدي إنجاز كبير جدا بالنسبة للهلال السعودي وللعرب. الآن كل شيء ممكن، لما لا؟ أنت ذكرت شيء مهم جدا من قبل، يجب الإيمان بالقدرات. ما مش ممكن أن ندخل المباراة وإحنا خسرين قبل لعب المباراة. صحيح. يجب الإيمان بأن نكون بأن حاضرين، ممكن مباراة 90 دقيقة و 120 دقيقة ممكن نصير ضربة جزاء، ممكن نربح، لما لا؟ هذا هو التفكير الذي يجب أن يكون عند لاعبي الهلال السعودي طيلة الوقت من هنا للمباراة النهائية. بعدين بعد المباراة النهائية في كلام. على أي حال إحنا نتمنى إنه الهلال السعودي يتفوق على ريال مدريد وإنه يحصل على لقب هذه البطولة. طيب ننقل بقى لملف تاني أستاذ ناصر، خلينا نشوف الملف ده عن مشكلة مانشستر سيتي، وهي مشكلة كبيرة ولا نعلم ما هي المخالفات التي ارتكبها مانشستر سيتي في الجراف ده، اتهامات مانشستر سيتي وهناك ترجيح لعقوبات ربما يتعرض لها، اتهام بأنه ارتكاب مخالفات مالية تتعلق بالمزايا ومكافآت المدربين واللاعبين، واتهام بأن السيتي بالغ في الإيرادات وقلل من التكاليف وهذا يعني تحايلا ماليا، اتهام بأنه لم يقدم معلومات ووثائق لازمة للتعاون في التحقيق. المانشستر سيتي في البطولات خلال فترة المخالفات دي أخذ 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي، وأخذ كأس الاتحاد الإنجليزي، 3 ألقاب في كأس كارابو أو حاجة كده. عقوبات متوقعة ربما إذا كانت المخالفات دي حقيقية، ربما يتعرض إلى غرامة مالية ضخمة، إلى سحب الألقاب الثلاثة اللي أخذها أو الألقاب كلها اللي خدها في الفترة دي يعني، خصم نقاط، منع الانتقالات لمدة معينة وتحديد الإنفاق، هبوط النادي. أما العقوبات السابقة فمانشستر سيتي تعرض في 2020 لمخالفات عقود رعاية تمنعه من المشاركة في المسابقات الأوروبية، لكن تم رفع هذه العقوبة، و9 أندية في الدوري الإنجليزي طالبت بالنظر في رفع العقوبة. المصادر: موقع جول النسخة الإنجليزية، موقع سبورت، ديلي ميل بريطانية، والاتحاد الإنجليزي، والجزيرة. هبدأ بسؤال للأستاذ ناصر صادق، الناس شايفة أنه في ظل هذه الأزمات المالية اللي بيمر بها الاتحاد الإنجليزي، وأن نادي بحجم مانشستر سيتي بيضخ أموال كثيرة، فالعقوبة توصل في الآخر إلى غرامة زي ما بيقولوا كده كبيرة، وهيكون مصيره زي مخالفات قضية يعني البقية يعني. ما هي العقوبات اللي المتوقعة خلاف ده، أو هل في فرص إنه نادي مانشستر سيتي ينفد من هذه العقوبات؟ كابتن ناصر، أعتقد المرة دي مش هيقدر ينفذ. يمكن مانشستر سيتي مش أول مرة، تعرف يعني بيقول لك إن في واحد مسجل خطر، هو نادي مسجل خطر سوابق، يعني عنده مخالفتين شهيرتين لسه يمكن ما كملوش في العقد الأخير، بعد ما النادي تملكه أبو ظبي اللي هو الشيخ منصور رئيس مجلس الوزراء الإماراتي على ما أظن. المرة دي النادي متهم بارتكاب أكتر من 100 مخالفة، ومخالفات يعني نتجت عن تحقيق استمر 4 سنوات متواصلة، ومخالفات مش في عام واحد ولا عامين ولا في 7 سنوات متتالية حتى 2019 من 2013 ل 2019. مانشستر سيتي تعرض لعقوبات قبل كده بسبب برضو قضايا مالية والتلاعب المالي واللعب المالي غير نظيف، اتغرم 64 مليون دولار سنة 2014 لما خرج لوائح اليوفا الاتحاد الأوروبي للعب المالي النظيف، وأيضا عام 2020 تعرض للاستبعاد سنتين من دوري أبطال أوروبا، وبعدما يعني دخل في مناوشات ومداولات قدر يخفضها بعد بصعوبة بالغة إلى غرامات مالية، ولكن المرة دي ما أعتقدش إنها هيفلت من العقوبات، بدليل إن مدرب الفريق الإسباني بيب جوارديولا بيسبق وبيقول إن هم لو اكتشف يعني بيبرأ نفسه، يعني بيقول لك إن أنا لو اكتشفت إن النادي كذب عليا أو إدارة النادي كذبت عليا هسيب النادي. طبعا هو فاهم كل حاجة وعارف، لأن في تسريبات قالها قبل سنتين رئيس نادي بايرن ميونخ، تسريبات خطيرة جدا عن بيب جوارديولا. تعرف ان جوارديولا كان مدرب لبايرن ميونخ، فبيقول ان هو كانوا قاعدين مع بعض، الكلام ده اتقال في مؤتمر في مؤتمر اقتصاد الرياضي في المانيا،
من سنتين تقريبا قال رئيس نادي بايرن ميونخ، قال ان جوارديولا بيقول له انا ما عنديش مشكله انه في اي لاعب اقدر اشتريه بمنتهى السهوله حتى لو ثمنه عدى 100 مليون يورو. قال له ازاي؟ قال له انا بروح للشيخ في بزوره بعد ما يدعوني على عشاء فاخر، بنوري له السي دي للاعب اللي احنا عايزين نجيبه، بعد العشاء بيقول له كام 100 مليون ما فيش مشكله، وتاني يوم بيزود سعر البترول طبعا بشكل بيقول بشكل ساخر يعني. لكن الواقع دي اكيد ان هي حصلت لان رئيس النادي ده مش هيقولها من دماغه، وبدليل ان جوارديولا ما طلعش نفى هذه الواقعه اصلا يعني. فالنادي فعلا هناك شك كبير بتدعمه الادله اللي موجوده حاليا ان هو كان بيزود نسبه. طيب ما انا بقى عايز بس خليك معايا كابتن ناصر، اروح للاستاذ توفيق. استاذ توفيق، يعني الكابتن ناصر يرى انه مانشستر مش هيعدي من العقوبات دي، لكن الخبر قدامنا في الديلي ميل تقريبا بيقول انه مانشستر سيتي استعان باسم كبير، اسم لامع، وصف بانه لامع، محامي مانشستر سيتي اللورد بانك اللي نصح بوريس جونسون الى اخره. يعني الراجل ده بياخد 5000 جنيه استرليني في الساعه، فالراجل ده قاد الدانس دي في مكافحه التهم المتفجره الموجهه ضدهم من قبل الدوري الانجليزي. هل تعتقد انه الاستعانة بهذا الوجه اللامع في عالم المحاماة في إنجلترا يقدر يوفر فرص في النجاة لمانشستر سيتي؟ أكيد. هو نحن نعرف أنه في 2020 لما فرضت العقوبة على مانشستر سيتي بتوقيف الفريق ومنعه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وما أدراك ما دوري أبطال أوروبا، يعني فريق بحجم مانشستر سيتي يمنع من المشاركة لمدة عامين، وبعد ذلك بعد 3 شهور أو 4 شهور تم رفع هذا العقوبة. وحتى بيان اليوم اللي خرج من مانشستر سيتي نفسه بيقول بيوضح بأنه الفريق ما أخذش الأمور بشكل قوي أو خطير. يعني ممكن هذا الاستعانة بهذا المحامي ممكن توفر فرصة لنجاة مانشستر سيتي من هذه العقوبات. طب أستاذ توفيق معلش، هو تليفونك بيعمل مشكلة حاجة في الصوت، لكن عندي سؤال ليك مهم، لكن التليفون فيه مشكلة عندك. عندي سؤال مهم قوي، السؤال هو إذا حدثت وقعت عقوبات على مانشستر سيتي وتم سحب الألقاب منه، هل صاحب المركز الثاني في البطولات اللي أخذها مانشستر سيتي هل هو اللي هياخدها، أم هتبقى المشكلة هتتشكل إزاي، هيحلوها إزاي المعضلة دي؟ والله نورمالي يعني وصيف دائما بيكون هو البطل، هذه عادة هذا عرف يعني. الآن يجب البحث في القوانين المنظمة لكل مسابقة، وحالات زي هذه مش أتوقع بأنه حصلت من قبل في تاريخ إنجلترا عموما، لكن لو حصل أكيد يعني ربما تسحب منه الألقاب. الأستاذ توفيق صنهاجي الصحفي والرياضي المغربي بشكرك جدا يا فندم. كابتن ناصر، ننتقل الى الشأن المصري. قبل ما ننتقل استاذ محمد ممكن نقطه؟ لا انا اللي بزيع كابتن ناصر، وانا اللي بقول ننتقل، يعني انا يعني مش فاهم، يعني انت لابس لبس المنتخب المصري مش لابس فني. عايز اقول معلومه، لحظه بس، وجاي لي في ماتش الاهلي مغلوب فيه 4 وجاي تقول ما ننتقلش؟ طب خلاص ما ننتقلش، اتفضل. العقوبه ما فيهاش، العقوبات المتوقعه 3 عقوبات لا رابعه لهما، وما فيهاش مساس البطولات. العقوبات يا اما انذار الاكتفاء. افرض مثلا مانشستر سيتي قدر من خلال المحامي الشهير والشغل اللي بيعمله يثبت ان هو ما كانش مدان، هيتم انذاره مثلا وغرامه ماليه، ممكن يوصل لخصم النقاط زي ما حصل مع يوفنتوس واتخصم منه 15 نقطه. الكبيره بقى ان هو ودي بقى اخطر من سحب البطولات، ان هو ينزل درجه تانية، يستبعد من الدوري الانجليزي الممتاز. دي خطيره جدا، دي تقضي على الجيل حاليا، يعني كل نجوم الفريق تقريبا هيسيبوا الفريق، المدرب هيسيب الفريق قد يعني يغيب سنوات عشان يعود تاني الى الاضواء والى التماسك، لان طبعا مفيش نجم كبير بحجم هالاند مثلا اللي كل أندية العالم بتسعى وراه هيرضى يلعب في نادي درجة تانية ايا كان اسمه. طبعا وطبعا دي سابقة تكررت كتير في أندية كتير، مثلا يوفنتوس اللي احنا بنقوله من شوية سبق ان نزل
درجة تانية العقد الماضي. فالموضوع ما فيهوش البطولات السابقة لأنه ما تلعبش في المباريات، هو تلعب في الماليات. الماليات ما لهاش دعوة إنما لو ثبت أنه تلعب في مباريات ونتائج مباريات دي بقى حاجة تانية ممكن تسحب منه البطولات. طب هو في سؤال هنا، يعني مانشستر سيتي قد يتعرض لعقوبات. نعم. لكن أنا في قدامي كلام عن تشيلسي حققوا برضو حسب تقديرات مبيعات لاعبين تقدر بحوالي 800 مليون يورو، وكان في مشاكل أو كان في لمح بكده كابتن أو مدرب فريق مانشستر سيتي. مانشستر سيتي. يجب تجريد مانشستر سيتي من سلسلة ألقاب في الدوري الإنجليزي إذا ثبت ده الإكسبرس. إذا ثبت إدانته وليس تغريمه فقط، ده حد بيقول كده يعني. طيب ايه يعني؟ انا شفت يمكن ده التقرير الوحيد اللي شفته كده، لكن التقارير اللي شفتها في الصحافه البريطانيه بتتكلم عن ثلاث عقوبات، ما اعتقدش تجريد. هو بيقول هنا يجب، هم دي امنيه. خد بال حضرتك، في 12 نادي في انجلترا في الدوري الممتاز قدموا طلب ان هو يستبعد، حسب التقارير يعني، ان هو يستبعد من الدوري الانجليزي. لان انت عارف لما يكون واحد في توه كده وكل ما حد ينزل له يضربه، كل ما حد ينزل له فبتبقى استنى نتوقف. لحظة، انت حسب معلوماتك بتقول ان في 11 نادي في الدوري الانجليزي، 11 نادي في حسب تقارير في الدوري الانجليزي تقدموا منذ يومين طلبوا ان نادي مانشستر سيتي يهبط الى الدرجة الثانية اذا ثبتت اذا ثبت عليه اي مخالفات. وبعدين اختار حضرتك في دليل قوي جدا على مانشستر سيتي. لا سيبك من الدليل، انا بس بتوقف عند دي. 12 نادي في الدوري الانجليزي تقدموا بطلبات لاستبعاد مانشستر سيتي من الدوري الممتاز ونزوله للدوري اللي تحت. دي ما بتحصلش عندنا في الوطن العربي. احنا عندنا فريق، لو فريق الزمالك طلب بكده او فريق الاهلي طلب بكده يقول لك ده بيعمل فتنه طائفيه وبيعمل مشاكل قومية والحاجات دي. لا، هناك اللي بص، هناك بتتكلم في كل حاجة. الدول دي ما فيهاش خطوط حمراء. كله يعني. انت شفت تشيلسي مثلا لما عمل الصفقات دي، كلوب طلع اتكلم، مدرب ليفربول، مدرب مانشستر سيتي، بعد مدرب، وبدأوا ينبطوا. لكن ما يقدرش يزود عن كده، ما يقدرش يتهم مثلا نادي اتهامات مش موجودة. لكن تشيلسي اصلا ما عملش الصفقات دي الا اذا كان واقف على ارض صلبه. في حاجه كده في الحسابات الماليه، النادي اذا قدر يوصل لها ممكن يعمل صفقات، زي برشلونه برضو عامل صفقات غريبه الشكل، رغم ان هو عنده ازمه ماليه ومديون ديون كبيره جدا تصل لنصف مليار تقريبا. لكن في لعبه بتتعمل عشان خاطر توازن بين المصروفات والإنفاق، وكل دوري ليه لوائحه الخاصة وليه نظامه الخاص، وكل نادي برضه ليه طبيعته الخاصة. طيب سؤال أخير قبل ما أختم معاك بقى، كنت قاعد مستني الأهلي يفوز؟ أنا كنت أتمنى الأهلي يفوز لأنه يمثل مصر. أي نادي؟ لا 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 لا، مش مصر يعني. أنت مش أهلاوي زي حالتي كده وزعلان دلوقتي من الأهلي؟ لا أهلاوي والله. أنا بأقسم، عشان الناس، في ناس ما بتصدقش، انا لا اهلاوي ولا زملكاوي ولا اهلاوي. ما سيبك بقى من القصه دي يا كابتن ناصر، بقى قصه انا مش اهلاوي زملكاوي. لعبت كوره قبل كده يا بي، يا الله يخليك سمعني. لعبت كوره قبل كده. انا ليا قصه، بطلت تشجيع كره قدم على مستوى كل الانديه من سنه 99 تحديدا، يوم مباراه مصر والمكسيك اللي هزمنا فيها، مصر والسعوديه اللي هزمنا فيها في بطوله العالم للقارات في المكسيك. حصل لي حادثه يومها، ويوم من يومها نزع من قلبي اي حب لاي حاجه في الانديه والكلام ده كله والتشجيع والكلام ده كله. لان من يومها انا حب الي حاجات تانية بعيدا عن الكره خالص. الكره بالنسبه لي هي وظيفه. كنت احمل الشنطه لما اكلف بمباراه، بتفرج على المباراه عشان استفيد من الحكام، ماليش علاقه بالفريقين. يعني انا دايما لما اجي اتكلم حتى على السوشيال ميديا بقول فريق ابيض وفريق احمر فريق اخضر. طبعا انت عشان تقنع الناس بان انت كده يعني عايز سنوات، لان ما فيش حد يصدق كده. على كل حال انا بشكرك يا كابتن ناصر الصادق، الناقد الرياضي والحكم الدولي السابق، بشكرك على تشريفك لي يا فندم. الف شكر. بنهاية هذه الفقرة وهذه اللقاء، وهذا اللقاء انتهت حلقة النهاردة.
ناس كثير بعتت لي قالت لي دور لنا على لينك التبرع لأهلينا في سوريا. أوعدكم بأن احنا هندور مع بمساعدة فريق البرنامج عدد البرنامج علشان نجيب لكم اللينكات اللي من خلالها تستطيعوا التبرع لأهلنا في سوريا أو في تركيا، خاصة في سوريا. أنا بقول سوريا لأني الوضع في سوريا مزري. الوضع كما وصفته السيدة المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، الوضع في سوريا كارثة فوق الكارثة. فأرجو أنه بنروح قلوبنا شوي بشوي، لكن نجيب لكم اللينك أو الوسيلة أو الطريقة اللي ممكن تتبرعوا بيها. الناس في سوريا محتاجة كما ذكر الدكتور عبد المنعم، محتاجة خيام، محتاجة بطاطين، محتاجة مواد غذائية جافة، محتاجة أيضا مضادات حيوية، محتاجة مسكنات بكل أنواعها، محتاجة شرائح طبية ومسامير طبية. أنا بقول اللي ذكره الدكتور عبد المنعم اللي هو واحد من الفريق المصري اللي ذهب إلى أدي حضرات التجمع، هو تجمع المصريين في تركيا المساعدة. أدي الأيبان حسب الدولار. دي حاجات للمصريين اللي اتضرروا من الزلزال في تركيا. ده يونس إمرة، إيبان حساب الدولار، وده اسم المالك برضو يونس إمرة، إيبان برضو حساب الليرة. لو عايزين تبرعوا للمصريين اللي اتضرروا في تركيا، لكن انا بتكلم الناس بتطالب اللينك او الايبان رقم الحساب اللي نتبرع بيه على للسوريين. دي هندور عليها ونجيبها لكم، لان الناس كتير سالتني عليها وانا لا املك ولا استطيع ان افتي. لكن وعد حلقه بكره ان شاء الله هنعمل بحث ونجيب لكم اسم الحساب او رقم الحساب اللي تتبرعوا بيه لاخواننا في سوريا. واللي عايز يتبرع طبعا في تركيا طبعا رائع جدا، لكن الوضع في سوريا صعب، صعب جدا. الحلقة خلصت، إلى أن نلتقيكم غدا لحلقة جديدة. تصبحوا على وطن حر. تصبحوا على خير.